بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. انا ريهام معاكم من قناة فيست اونلاين. طبعا زي ما انتم عارفين كل يوم بنزل لكم منتجات جديدة مختلفة. النهاردة بكلمكم عن منتج جميل جدا وحلو قوي زي ما انتم شايفين معايا، منتج حافظ الطعام بالشكل ده، جميل جدا وحلو قوي. طبعا لو حابة مثلا هيبقى حلو جدا ومناسب جدا لو ريحة الحالات او في اي مكان، حلو جدا تقدر تاخديه معاك في مكان عملك، او مثلا لو عندك حد مسافر تقدر تحط له مثلا اكل وطعام، حلو جدا هيحافظ معاكي على درجه حراره الاكل وعلى سخونه الاكل، حلو جدا وكويس جدا زي ما انتم شايفين معانا. شكله حلو قوي كمان، شكله انسيابي وجميل جدا زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده. تعالوا نشوف معانا شكل الحافظ من الداخل. طبعا هو حلو جدا وكمان 5 في 1 5 اطوار، كويس جدا وجميل جدا زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده. الشكل معانا الحافظ حلو جدا وجميل جدا زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده. ايه بتاعته ستانلس، جميل جدا حلو قوي زي ما انتم شايفين معانا. طبعا ده شكل من الداخل زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده، تقدر تفكيه زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده، حلو جدا. طبعا معاك تلوث في شرح توضح لكل حاجه زي ما قلت لحضراتكم. طبعا ده شكله من الستانلس من الداخل زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده، وكمان الستانلس ده يحافظ معاك على درجه الحراره وعلى سخونه الاكل. طبعا كل دول معانا في معلقه زي ما انتم شايفين كده معانا عشان تقدروا تستخدميها سواء راح على حالات او راح شغلك او راح اي عمل، كويس جدا وحلو قوي. طبعا ده الشكل الحافظ، حلو جدا وجميل جدا، حلو قوي زي ما انتم شايفين معانا، مقاوم الصدى ومقاوم الميه وجميل جدا زي ما انتم شايفين، استانلس وحلو قوي بيحافظ على سخونه الحراره، وكمان الايد بتاعته استانلس جميله جدا وحلو قوي زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده. ده جميل جدا ليكم وحلو جدا للرحلات، والناس دايما الناس دايما اللي تحب مثلا تروح رحلات او حد مسافر تقدر توديلي في اكل او اي حاجه زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده. الاستانلس بتاعه من الداخل حلو قوي بيحافظ على درجه حراره الاكل زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده. طبعا ده صناعته هندي، جميل جدا شكله انسيابي حلو قوي، جميل جدا زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده. طبعا كل دول فيهم معاه معالق عشان مثلا لو حابه تستخدميه او تاكليها المعالق بتاعته جميله جدا وحلو قوي زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده، والبتاع ده بيحافظ على سخونه الاكل وكويس جدا. طبعا هو احجام زي ما انتم شايفينه بالشكل ده، حلو جدا وجميل جدا تقدر تاخديه معاك في اي مكان زي ما انتم شايفين حضراتكم بالشكل ده. طبعا جميل جدا والحاجة الهنديين حلوين قوي زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده، وكمان خامته حلوه قوي وكمان مقاوم الصدى زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده. الاستانلس بتاعه من الداخل حلو قوي زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده. طبعا بتسهل معانا في التركيب وسهل معانا في الاستخدام، حلو جدا وبسيط جدا زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده. وتقدر تحط معانا برضو استخدمين كده اي اكل واي طعمه تحبي تحطيها، سهله جدا معاكي في الاستخدام وكمان سهله جدا معاكي في التنظيف، كمان تقدر تنظفيه بشكل سهوله جدا. طبعا سهله جدا معاكي في التركيب زي ما قلت لحضراتكم بالشكل ده. زي ما قلت لحضراتكم ده الشكل حافظ الطعام، جميل جدا وشكل انسيابي زي ما قلت لحضراتكم بالشكل ده. طبعا زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده زي ما انتم شايفين، جميل جدا وحلو قوي شكله انسيابي وكمان لونه جميل جدا. طبعا موجود منه كل الالوان، حلو جدا وكويس جدا. طبعا ليه الاستانلس تقدر تاخديه معاك في اي مكان زي ما انت حابه بالشكل ده، حلو جدا للناس اللي بتسافر وحلو جدا للرحلات ليكم والمناسبات، بيشيل اكل جدا وهيوفر معاكي في الاكل كمان وفي المساحه، وهيوفر معاكي جدا في توفير الاكل والمساحه، جميل جدا. طبعا لو عندك حد مسافر وحابب تديله الاكل بيحافظ على درجه حراره الاكل، لو مسافر لمسافه طويله او لمكان طويل بيحافظ معاكي على سخونه الاكل، حلو جدا وكويس جدا. طبعا مهم جدا كمان البنات والسيدات والعرايس اللي لسه بيتجوزوا جداد زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده. طبعا لو في اي استفسار او في اي حاجه تقدروا تسيبوا لنا كومنت اسفل الفيديو هنتواصل معاكم، او تواصلوا معانا على الرقم ده 010-992-22-947. طبعا احنا عندنا شحن داخل وخارج مصر بكل المحافظات. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتواصلوا معانا، وشكرا جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.